اهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من الباكستيج. وبدايه عناوين حلقتنا لليوم. مسرح خشبي يفتتح موسم عروضه المسرحي الثالث اشخاص غير مرئيين بمسرحيه هاش، مسرحيه لممثل وحيد تستعيد مواقف وذكريات ومشاهد كلاستروفوبيه تتعلق بالوزن الزائد جدا. وصلنا لقصه شخص اللي هو قرر انه يكون بداخل غرفه وما يطلعش منها، منفصل عن الحياة، وهي كرمزية لكتير حالات. أنا أقول قلبي غاب قردو تعلب مرة أكبر، قلبي غابة أغاني وكتاب للأطفال في حفل حضروا عشرات الأطفال وأهاليهن في حيفا. قلبي غاب كبير كتير، قلبي غاب كبير كتير. كرنفال نواحي النهر احتفالية أدبية جمعت كتاب فلسطينيين من جانبي نار الأردن رغم الحدود والحواجز. لحن المطر هو لحن الروح، إشارة على مرمى السويداء تعتكف. صوفي أنا، صوفي. بعد قليل الممثلة لنا زريق بعد ولادة طفلتها الثالثة مستمرة في عروض مسرحية أم لحقة، فهل بتلحق توصل على الاستوديو للقاء خاص عن الفن والأمومة؟ وأما قبل جولة سريعة على أهم الأخبار الفنية المستعجلة في الباكستيج. قبل أكثر من شهرين نشر مصمم الأزياء ساهر عوكل في حساب الإنستغرام صورة إله خلال تواجده في طائرة أثناء هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. من وقتها حافظ ساهر صاحب دار أزياء بتحمل اسمه ومؤسس أكاديمية لتدريس تصميم الأزياء على سرية تامة، لكن السر عم ينكشف اليوم، والسر أو الخبر هو كالتالي: ساهر عوكل ابن الناصرة بيشارك في برنامج الرياليتي بروجكت رانواي ميدل إيست على فضائية MBC. بترأس لجنة التحكيم في البرنامج المصمم اللبناني العالمي إلي صعب، النجم العربي يسرى، وعارضة الأزياء التونسية الإيطالية عفاف جنيفان. بالنجاح لساهر في طريقه إلى العالمية. والاستمرار مسؤولية كبيرة. ستاند اب كوميديان عادي خليفة اللي كان ضيفنا في الحلقة السابقة يطير إلى لندن نهاية الأسبوع الحالي ليشارك في عرض ستاند اب كوميدي مع الفنان الكوميدي الكوري الأردني وان هو تشانغ. العرض اللي بيحمل اسم عرض سابق لعادي خليفة ستندب من الضحك هو مش أول حضور لعادي أمام جمهور في لندن، اللي هو جمهور بحبه كتير وهو بحب يتابع الأعمال اللي جاي من فلسطين حسب تصريح عادي للباكستيج. وعن سؤال عن طبيعة المواد اللي راح يقدمها قال عادي بأسلوبه الساخر المعهود: صديقي وان هو تشانغ راح يمثل كوريا الجنوبية في العرض، وأنا بطبيعة الحال راح أمثل كوريا الشمالية وأفجر القاعة من الضحك. أنا بعرفش إذا انتبهتوا بس أنا مش عربي. وبعد جولة عروض ناجحة في الناصرة والجليل، جوكة بيات الموسيقية اللي عودتنا على أقوى وأجمل العروض الفنية اللي كرمت كبار الفنانين العرب تصل في عرضها يا بلادنا إلى حيفا مطلع الشهر القادم. يا بلادنا هو عرض موسيقي غنائي راقص بيقدم باقة من أجمل أغاني بسكتشات الفنان اللبناني القدير زكي نصيف، واللي يعتبر من صناع الأغنية اللبنانية. تشارك جوكة بيات بقيادة المايسترو سامر بشارة شحوق فرقة الأمل للرقص المعاصر بإدارة الفنانة وداد عطلة. يا بلادنا أكثر من 40 فنان بين عزف وغناء ورقص تكريماً لروح الراحل زكي نصيف. ملحن وعازف البيانو فرج سليمان يحزم أمتعته وما بنعرف إذا البيانو كمان، وبسافر إلى المغرب هذا الأسبوع للمشاركة في مهرجان الموسيقى العالمي فيزا فور ميوزك اللي يعقد في العاصمة المغربية الرباط للسنة الرابعة على التوالي. المهرجان اللي بيعرف نفسه كلقاء أفريقيا والشرق الأوسط الموسيقي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، ويعتبر على الخارطة الموسيقية للعالم من أهم المنصات اللي بتشكل لقاء لموسيقيين وفنانين من الشرق مع وكلاء فنانين ومديرين مشاريع. شو بيجمع القانون بتشيلو؟ الشرقي بالهيب هوب، الصمت والاحتجاج، الرومانسية والراب، زهير فرانسيس وتامر نفار؟
من المفاجآت العديدة اللي محضرها الفنان زهير فرانسيس لجولة العروض الفنية الكبيرة كرمال النسيان تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات هي أغنية يا صمت يا معذبني مع الرابر العربي الأول تامر نفار. فكرة العمل المشترك كانت للفنان عازف الجيتارة باس في فرقة زهير عبودي برهوم وهو اللي قام بتوزيعها أيضا. في حديث للباكستيج قال عبودي إنه الأغنية هي فيوجن دمج بين الموسيقى الشرقية والهيب هوب وفيها جانب تجريبي مثير بدمج آلات وإيقاعات نادراً ما بتجتمع وبوعد الجمهور إنه النتيجة رح تكون ملانة جماليات وتجديد. بالمناسبة الأغنية ستقدم لأول مرة لايف خلال العرض الثالث في جولة عروض كرمال النسيان واللي رح تكون في حيفا بتاريخ 6/12. للمزيد عن العرض تابعونا في الحلقة القادمة واللي رح نروح فيها لباكستيج التحضيرات والاستعدادات مع زهير فرانسيس وفرقته. مسرح خشبي في حيفا في أول إنتاجات الموسم الثالث مسرحية هاش. الباكستيج كان في العرض الأول. أنا مثلت بأفلام عالمية، مثلت مسرحيات ضخمة، مثلت أمور. هي أول مرة برتعب لهي الدرجة. المسرحية وحيد إشي لا يوصف، إشي كتير صعب والشخصية كتير حساسة. كان الجمهور هو البارتنر الوحيد عمليا بهي المسرحية، بارتنر كتير حميمي كان ممتاز. أنا متأسف إن كتير دراما إسا بس كان عندي ولابس بتي أو بتي لا من تحت استفش حاجة الكاميرا تنزل لتحت. الجسم كتير تقيل عملياً بفرض لي مشي معينة وبفرض لي حركة معينة لازم أتعامل معه وفي كتير 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 تفاصيل بهاي المسرحية اللي أنا مسؤول عنها أشغلها كمان غير مساحة جسمي اللي لازم أركب له ضواو عشان أحس بالأشياء وين رايح وين جاي وكمان بشغل فيديو موسيقى وأمور كأنه باني اليوم تبعه هاي الشخصية ولازم اتذكر اوطي الميكروفون بعد هذا المشهد واعلي الميكروفون وكوندنسر وقصص. كانه دي جي انت اليوم. دي جي هش. البحث انطلق من شو بيصير مع الانسان لما ببطل يعمل فعل، لما ببطل هو من قرار يعمل فعل ولما بعدين بصير الفعل تبعه مستحيل. فوصلنا لقصه شخص اللي هو قرر انه يكون بداخل غرفه وما يطلعش منها، منفصل عن الحياة، وهي كرمزية لكتير حالات. نقول اللي بفكر كل إنسان بواجهها وكل إنسان بيكون معاها، ولكن كان اهتمامنا الدائم إنه هاي المسرحية ما تكونش مسرحية قصة، ما تكونش عم تحكي قصة، تكون مسرحية اللي هي الجمهور هو بعب القصة في داخلها، وبالنتيجة إنه الجمهور بيعب القصة من داخلها من مواده الشخصية. فهي مسرحية عن شخصية هاي المسرحية المتضخمة في داخل غرفة ضيقة وعن كل إنسان. كنت بمحل معين خايف كيف بده يطلع هذا العمل، لأنه أنا بعرف هنري من أعمال أخرى، بس الحمد لله موفق وطلعت كتير بشعور رائع إنه هنري فنان، هنري إنسان اللي يبدع بكل ما يعمل. يعني نشكر الله إنه كان رائع هنري. أنا حكيت لأبوه أصحابنا وأبوه قلت له هنري زي نبيد كل ما عتق بصير أحسن. فعمل بعد عمل بعد عمل بهنري عم بثبت شخصيته المسرحية وحضوره المتميز جدا. في هدف من وراء كل إشي والكتير الهدف قوي، يعني بالنسبة إلي قديش الواحد بيحمل جواته وما بيطلع للعالم الخارجي كان إشي رائع. وأنا هيك كنت متأثر إنه كيف بده يطلع الإشي، بس بتكل عليه هنري الله يقويه حبيبي. انضغطنا وضحكنا وبكينا وشفقنا عليه ومن كل النواحي وفتنا كتير هيك بقلب شخصيته، وعن جد انه هو رهيب رهيب. التقرير القادم موجه بالاساس للاهل اللي عندهم اطفال في البيت وبهمهم اي اغاني بيسمعوا الاطفال واي مضامين تدخل لعقولهم،
وخاصة أننا بالسنوات الأخيرة منشهد فلتان إنتاجي كمان وكيفاً في كل ما يتعلق ببرامج أغاني أدب الأطفال. السبت الماضي الفنانة رنين حنا أطرش أطلقت مشروعها الفني الجديد قلبي غابة، واللي بيشمل ألبوم موسيقي وكتاب أغاني للأطفال. تعاونت فيه مع الملحن فرج سليمان ومع الكاتب مجد كيال، أما الرسومات فكانت للفنان التونسي رؤوف الكراي. كيف كان حفل الإطلاق؟ تعالوا نشوف. قلبي غاب قردو تعلب، مرة برقص مرة بتعب، مرة بقوم من نومي ألعب، مرة بكون كسلان كتير. قلبي غاب كبير كتير، قلبي غاب كبير كتير. قلبي غابي هو مشروع اللي الفكرة اجت من شغلي بالعلاج والموسيقى مع الطفولة. بديت أكتب أغاني ورفقني مجد كيال، أخذنا مواضيع أو اخترت مواضيع اللي خاصها بتطور الطفل. فرج سليمان وزع ولحن الموسيقى، الفنان الرائع التونسي رؤوف الكراي رسم الرسومات اللي هي بتعطي كمان بعد إضافي للبعد اللي أنا بدي أجيبه عن طريق اللحن والكلمة. غضبان معصب مش طايق، حاسس إني مبسوط ومتضايق، حاسس اني طفران. احنا بدنا موسيقى اكثر فيع الاولاد، مش الاولاد يعني يطلعوا ويسمعوا الكلمات والمعاني، لازم موسيقى تفيع الاولاد، اولادنا يتدربوا للمستقبل للتعليل. احنا شعب بحب التعليل، بحب العراس، كل الفئات وعيوم وضحيه وهيك، لازم موسيقى تلائم. هاي الموسيقى اكثر سماع، أكثر معاني، أكثر عمق. كانت لي تجربة كتير مميزة وخاصة بكل الشغل مع عالم الأطفال، وبالآخر بتخيل مع التعاون مع كل الطاقم الفني مع مجد كيال ورنين حنا ورؤوف الكراي وصلنا لنتيجة اللي هي مش كتير بعيدة عن شو كنا مخططين من البداية، فأنا كتير مبسوط. ليش الأساسي كان بالكلمات شغلتين؟ أول شيء أنه أنا أكون مكيف وأنا أكتب، والشغل الثاني أنه ممنوع لحظة واحدة تبعت استخفاف بالمعاني وبالأشياء اللي عم نقولها. فجدية هذا العمل، التعامل معه زي كأنه أي عمل فني أو أدبي بنكتب بالعالم، ولا أقل ولا أي شيء. بس الأساس 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 الأهم أنه كنا مكيفين وطايرين ومبسوطين وإحنا عم نكتب. هذا مثلا عندنا زاوية شجرة الأسئلة، كل الوقت تسأل ليه 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 ليه. فهذا واحد من الأشياء اللي الرنين تناولته، قد بتقوني واسمها ليه يا ماما ليه يا بابا، وكل الأسئلة اللي الولد بيسألها. وإحنا عملنا شجرة كاملة الولاد تقدر تكتب كل أسئلتها على الشجرة هاي. في عنا زاوية الرسم الحر اللي مش لازم يكون في عندك إطار وترسم، لا خذ ورقة وارسم رسم حر، تقدر ترسم أي إشي أنت حابه، أي إشي أنت بتفكر منه بعبر عنك. وطبعا عرض موسيقي لأغاني الألبوم اللي رنين قدمته، قراءات اللي مجد كيال قدمها، ورأس كمان كان في عنا. فكل المركبات تسلية ورأس وموسيقى وكمان مضامين اللي هي هادفة. فيها فرحان وزعلان، فيها خوف وفيها أمان، مرة وحدة ومرة حنان، مرة بهدي ومرة بطير. قلبي غاب كبير كتير، قلبي غاب كبير كتير. مقهى فتوش اللي أطلق قبل 20 سنة مشهد المقاهي العربية في حيفا، وعاد تعريف نفسه قبل عام من خلال متجر فتوش الأدبي الثقافي، كان في مركز الاحتفالية الأدبية كرنفال نواحي النهر اللي عقد في حيفا مؤخراً بالتعاون مع مسرح خشبة ودار الأهلية للنشر في عمان. الباكستيج طبعاً كان حاضر. لو كنت ذئبتي لاشتعلت هناك أكثر في الغناء، لو كنت طفلك لاتكأت على بهائك للبكاء، لو كنت اسمك كنت عاندت الوصايا كلها وسكنت تحت فضاء شعرك للسماء. برنامج تبع الكرنفال ببلش كل يوم الساعة 7 المساء في مسرح خشبي بقراءات مع 5 أو 6 كتاب أو شعراء، أو بيستمر في مقهى ومطعم فتوش الساعة 9
في حوارات مفتوحة مع الكتاب، ومن ثم توقيع إصداراتهم كمان الجديدة وكمان القديمة. كل إصدارات اللي صدرت لهدول الكتاب عن دار الأهلية متوفرة بفتوش ورح تكون موجودة للتوقيع. احنا بنحكي عن كتاب اللي جايين من 48 اللي كلهم أول مرة بيقرأوا بحيفا، وفعل اللقاء هذا نفسه بين الكتاب نفسهم اللي بيعرفوا بعض بس بيشوفوش بعض بحكم البعد الجغرافي، وكمان بين هدول الكتاب وجمهورهم اللي أول مرة بيلتقوا فيه بحيفا. فليس لدي ما أقول، ولكنه الشعر منجاة ومائدة للجياع، وأنا جائعة لله. أنا اليوم أطلقت عليه كرنفال الأول، راح يكون في كرنفال 2 في رام الله، راح يكون في كرنفال 3 في عمان، ومن ثم نعود إلى حيفا. سنكرر هذه التجربة في أكثر من مكان. إذا المبدع ما تفاعل مع الجمهور لن يبدع مرة أخرى. إذا لم يشعر بما كتب من الجمهور لن يكتب مرة أخرى. ولذلك أنا كنت حريص أن يكون في تفاعل بين كتاب محليين وكتاب من رام الله ومن فلسطين عموما ومن العالم العربي. قد يكون شهيدا أصابته رصاصة طائشة بينما كان على النافذة يراقب المعركة. أعتقد أنه الكرنفال مرق كتير صعوبات، وبالذات بآخر فترة من ناحية هل رح يكون أو مش رح يقام بسبب التصريحات وكل الأمور الأمنية والسياسية المعروفة، لكن الحمد لله نجحنا أنه يكون في عنا بخشبي وبفتوش هالمشروع يقام على مدار 3 أيام. بلشنا الليلة، الحضور فاق التوقع لأنه حضور إيجابي جدا وجميل، والتفاعل كان كتير حلو. الناس كتير تفاعلت مع الأدباء المستضيفين بالليلة الأولى ومع القراءات اللي كانت وكل النصوص اللي قرأت. أعتقد أنه كانت ليلة جميلة ورح يستناها أو توعدنا لأشياء أجمل وأجمل. هو لحن الروح إشارة على مرمى السويدائي، تعتكف صوفي أنا صوفي صوفي أنا، فسرته الريح وأوقد في سره كشف. جميل بهذا الملتقى أصوات مختلفة وكتابات مختلفة وأنواع أدبية مختلفة، سواء شعرا رواية قصة، ففي إشي كثير هيك جميل، كثير في إشي كمان عفوي وكمان عميق. أنا برأيي هاي أحسن معادلة ممكن تنعمل. لولا التفاحة لما فزت بمغامرة الحياة ولا ذقت حلاوة التجريب. أبرك لإبليس شكرا. وفي زاوية أخبار الكوكب بعض أخبار الفن والفنانين حول العالم والعالم العربي لهذا الأسبوع. برنامج The Voice اللي كان من المفترض يعرض ابتداء من الشهر القادم يقيل الفنانة الإماراتية أحلام ويعود إلى نقطة الصفر بعد الانتهاء من التصوير الجزء الأول من البرنامج واختيار المشاركين. أعلنت القناة في قرار فاجأ الجميع عن استبدال أحلام بالمطربة الكويتية نوال خصمة أحلام اللدودة. تفسير ما حصل: شغل الإعلام العربي الفني في آخر أسبوع، والأزمة السياسية الخليجية كانت حاضرة في كل الإيل والآل الإعلامي. من حظ القناة وأكيد من حظ الجمهور كمان إنه الجزء الأول من The Voice Kids اللي تصور في نفس الفترة جاهز للبث، ورح يستبدل The Voice اللي استغنى عن صوت أحلام. الجواب الوحيد اللي أنا الآن موجودة مع أجمل لجنة، إن شاء الله نعمل موسم رائع. الفكرة السائدة هي أنه النظام المصري ما بده أو ما بيسمح للإعلام المصري الساخر دكتور باسم يوسف المعروف من برنامج البرنامج بالعودة إلى مصر. لكن في حديث أجرى باسم يوسف لإذاعة كندية صرح أنه الحكومة المصرية بتتواصل معه ودعته أكثر من مرة وعرضت عليه مبالغ كبيرة للعودة إلى مصر وتقديم برنامج كوميدي بشروط، لكن في كل مرة كان يرفض ويقولهم FU على حد تعبيره. وقال يوسف إنه أي عرض كوميدي سأقدمه بشروط السلطة المصرية سيكون تضليلاً للناس وليس توعية لهم. النهاردة يا جماعة هنتكلم على الحكومة. في واحدة من أغرب ردات الفعل على تسونامي الفضائح والتحرش الجنسي اللي بيعصف بهوليوود في الأشهر الأخيرة واللي طالت أيضاً الممثل الشهير كيفن سبيسي، قرر المخرج البريطاني المخضرم ريدلي سكوت بالاتفاق مع منتجي فيلم All the Money in the World إلغاء دور الممثل الأمريكي كيفن سبيسي ومحاه بالكامل من الفيلم اللي كان من المقرر أنه يعرض بعد 6 أسابيع فقط. بالتالي سيتم إعادة تصوير الفيلم مع ممثل آخر.
نهاية غير سعيدة بالمرة للنجم العالمي سبيسي اللي اشتهر بالأساس في السنوات الأخيرة بفضل دوره في مسلسل House of Cards من إنتاج نتفليكس، لكن هناك أيضا يبدو إلى أن المنتجين قرروا قتل البطل اللي مش رح يكمل في المواسم المقبلة. خبرنا الأخير كمان جاي من الشبكة وتحديدا من مقطع في تقرير إخباري تلفزيوني لقناة الجديد اللبنانية. القصة بتذكر كتير بالهتاف الساخر اللي رجع لحياته من أسبوعين في الذكرى المئوية من وعد بلفور إليكم فليسقط واحد من فوق بنسخة 2017. خلينا نشوف مثلا أنت ليش قررت تجي اليوم تتظاهر؟ ليش قررت اليوم تجي تتظاهر؟ كرمال السيد ما بتعرف ليش جاي تتظاهر؟ لا والله جايين شباب لايكو المستلم هونيك المستلم يا راشل هارون جابنا جمعنا وجابنا لايكو هارون انت ما قالوا لك ليش بدك تجي تتظاهر؟ مش عارف ليش جاي تتظاهر؟ كويس لايكو جعفر ساه منو عارف ليش جاي يتظاهر؟ بتعرف ليش جاي تتظاهر؟ اه بنعرف ليه جعفر؟ كرمال كرمال الرية كرمال؟ هذا الشاب هو هذا الشاب اللي جابنا هاي كانت أبرز أخبار كوكبنا الفني في الأسبوع الأخير الباكستيج مكمل بعد الفاصل لنزرق ضيفتنا في الباكستيج لتحكي لنا كيف جابت باكستيج حياتها على المسرح خليكم معنا ضيفتنا اليوم في الباكستيج هي الفنانة لنا زرق راقصة موهوبة وممثلة محترفة تمارس التمثيل وبتدرسه أكاديمية متفوقة تعد لرسالة الدكتوراه ومن 4 سنين أم مع سبق الإصرار وشوية مخاوف وكما يليق بإنسانة تحترف الدراما والتحولات المفاجئة في الأحداث كانت ولادة ابنتها الأولى حدث درامي بامتياز فرغم الاستعدادات والدورات التحضيرية لنا ما لحقت توصل للمستشفى وولدت في البيت ومن حظها أنه زوجها طبيب من وقتها ولنا ملحقة على كل شيء نهاية الأسبوع القادم رح تعرض مسرحيتها ملحقة كوميديا تعيشها كل أم لنا زرق أهلا فيك في الباكستيج أهلا فيك لنا أنا هيك بدي أبدأ السؤال أنت بديتي مسرحية ملحقة وكنت حامل في بنتك الثانية مزبوط واليوم عندك 3 بنات بسم الله واللي حضر المسرحية وشاف كيف حياة يوم أم عصرية ولو أنه هيك بقالب كوميدي بس بأخذ فكرة أنه ما يجيبش أولاد يسترجع وأنت اليوم عندك 3 بنات مزبوط هاي الفكرة مش مظبوطة أوكي بلشت فكرة المسرحية من فعلاً الصدمة الأولى أنه في عندك طفل في البيت وأنت بدك تبلش تتعامل معاه والأشياء اللي بتمرقها أنت بالفترة الأولى كأم أو كأب غريبة وجديدة عليك فأنت كمان بتحاول أنك تبلش تتأقلم معها وتدرسها وتتعلم كيف تتعامل مع هذا المخلوق الصغير الطري فصرت أشوف أنه هذا الموضوع لازم ينحكى عنه هذا الموضوع ضروري أنه ينحكى عنه يعني قد ما نكون إحنا عن جد محضرين ونروح على دورات وبحضرونا ونسمع من أهالينا شو كان وكيف كان بالفعل الحقيقة هي أكبر بكتير وأصعب بكتير وبدها بالفعل جهد ومجهود اللي أنا فكرت إنه حلو إنه يطلع على المسرح وحلو الموضوع ينطرح فحكيت مع أيمن نحاس وقعدنا أنا وياه وهو كمان كأب عنده كمان 3 أولاد صغار وقعدنا وكتبنا النص مع بعض وطلع معنا هذا العمل الكوميدي اللي بالفعل هيك بيطرح شو التخبطات اللي بنمر فيها المخاوف اللي عم تحكي عنها كان في ردود فعل مرات بعد العرض مثلا اللي يقولوا لك كنت خوفات من هذا الموضوع انه يعني على قد الشيء الصعب اكيد طلع المسرحيه هي بالاخر مسرحيه هي ما بتيجي بتقترح انه او تنصح يجيبوا اولاد او ما يجيبوا اولاد ابدا هذا قرارات شخصيه كل شخص بيختار عن حياته ايش هو بده ولكن انا بفكر انه اللي عن جد بقرر انه بده يجيب اولاد بده تفرغ عشان يعطي كل طاقته لهذا الطفل
طاقات نفسية وكل أنواع. كمان سؤال مهم مجبور أسأله، طب غلتش على إنك تبني نحمة هنية يعني الواحد يجيب أولاد، غلتش هذا الإشي؟ يعني إذا واحد لسه بده يوصل قمة معينة من نحمة هنية مش ممكن يكون عائق بالطريق؟ طلع ما هو كمان مرة هيك قرار شخصي، وكل واحد بيختار وين يجيب أولاد بمراحل حياته، بالفترة اللي بده هو بقدر يضحي فيها كمان، هو مرتاح فيها. هل حققت ذاتي أنا قبل ما أجيب أطفال على الدنيا أو لا؟ فهذا كتير بعود لنفس الشخص. أوكي، كمان في شغلة تانية اللي هي أنه أنا بدي أكون عارفة وواعية أنه هذا رح يأخذ مني طاقة ورح يأخذ مني ساعات ووقت، وهذا هي تربية أولاد، تربية ناس حياة عايشين، بدك تربيهم تربية صالحة كيف بيقولوا. فأكيد بدك تنطي من وقتك، وأكيد رح يجي على حساب الكاريرة، إذا بدنا نقول الكاريرة. فالواحد بياخذ قراره بالوقت يعني الصح، كل الأولويات، كل سلم الأولويات بتغير، كل طبعا. طب احكي لنا لنا ملحقة مسرحية اللي هي وينتا بلشت وكم من عرض صار عندك؟ قبل 3 سنين بلشنا، كنت حب لفي كارلا، أنا عندي لور الكبيرة اللي خلقت في البيت في لما بلشتي كنت حامل في بنتي الثانية كارلا وسعدي تمارا الصغيرة الله زغير. يخلي لك تسلمي. صرنا عارضين فوق 25 عرض، إذا مش يعني بعرفش بالضبط العدد الدقيق بس ومكملين. لنا وإحنا نعد البرنامج تفاجأنا إنك مديري لجمعية اسمها جمعية سنة. مزبوط. ملحقة مش كتير. طب احكي لنا عن الجمعية. جمعية سنة سوية نساء أكاديميات، جمعية اللي تأسست سنة 2009. إحنا مجموعة خريجات قررنا أنه نعمل جمعية اللي هي عملياً صندوق منح لطالبات عربيات في البلاد يكملوا تعليمهن العالي. هي لدعم التعليم النساء. دعم تعليم النساء. ليش جاي من محل فيمينيستي يعني؟ ليس بالحري، احنا لا في كمان رجال. أوكي. ولكن احنا الأفضلية تبعتنا الأولى للنساء. انت بتدعمه من لقب اول ولا تعليم عالي؟ يعني انت قصدك لقب ثاني او ثالث؟ لا تعليم عالي يعني اللقب الاول وما فوق. واحنا المميز عندنا انه احنا اذا بنختار طالب او طالبه للمنحه تبعتنا فاحنا بننطيه كل سنين المنحه هاي، عمليا احنا بنواكب دراسته او دراستها لا يخلص اللقب، لا ينهي اللقب بشكل نهائي. لنا كل ما تفس بك اقول لك من انت، واحنا بدنا نعرف مين انت، فهيك زرنا حسابك بالفيسبوك حبشنا عليك، ومع انك انت مقلة يعني مش كتير عم تنشري صور بس قدرنا انه نسرق 5 صور مش ملحقة واضح. بدنا نعرضهن اسا قدامك وبدنا تعليق منك على كل صورة. اوكي يلا. راشيل كوري تحكي لنا عن هاي التجربة. راشيل كوري ناشطة السلام الأمريكية اللي أجت على غزة وماتت وهي عم بتدافع عن بيت من هدمه وماتت تحت عجلات البولدوزر. تجربة حلوة مع كل المأساة اللي فيها، ولكن تجربة حلوة اشتغلنا عليها أنا وطيب الذكر المرحوم المخرج رياض مصاروي. أخذنا حقوق من الرويال كورت لترجمتها للعربي وأنتجها مسرح الميدان، وقمنا بهي مونودراما. فأنا مثلت راشيل كوري، وكان بتذكر عندي البريميرا كانت هالقد مؤثرة جدا لأنه أهلها كانوا متواجدين هنا، أجوا خصوصي، عملت ضجة كبيرة وقتها. صحيح. والحلو كمان في العرض هذا كان أنه أجوا عدة ممثلات من العالم اللي لعبوا دور ريتشل كوري واجتمعنا كلياتنا مع بعض. هو الصورة اللي بعدها شمس الغيمة. شمس الغيمة هي قصة كتير عزيزة علي، هي ورشة اللي أنا بقدمها لطلاب، تعال نقول أطفال صغار من جيل 2 لـ5 أو 6 سنين. هي بتعتمد على قصة من خرافات أيسوب
اللي هي بالاصل هي الشمس والريح اللي بصير في بنات المسابقه مين أيوة. يشلح الولد اللي بده يطير الجاكيت ومش حكي اكثر بس معروف القصه وكلها هي بحكي لنا القصه هي زي ساعه قصه ولكن هي قصه حركيه يعني انا مش بس بحكي القصه مش بس بسرد القصه انما كمان بفعل الاولاد معي الاطفال معي فعلهن وكله يعتمد على حركات ادائيه ادائيه تعبيريه يوغا وتمثيليه شوي يعني بتريحي الام اللي مش ملحقه لاولادها بشي ساعتين زمان ساعه بس كتير حلوه وشيقه حلو بتحرك شوي طيب بسالك بالصوره هاي دبرتي حالك صباح حدا بعرف إذا ممكن طبخ لبن أكتيفيا 1.5%؟ دبرت حالي طبعاً هو مش يعني الحل الأمثل بس زبطت مسرح الميدان مسرح الميدان على فكرة اللي مكتوب هنا هو مجازي أنا طبعاً ضد أي توجه عنف بس هذا جدا مجازي يعني لأنه كنت كتير متأثرة من إيش عم بيصير مسرح الميدان مسرح الميدان هو اللي صار مسرح الميدان هو مش لا يقتصر بس على مسرح الميدان يعني هي ظاهرة اللي عم بتصير وبتعكس كل اللي عم بمرق فيه المجتمع الفلسطيني في البلاد وفكر هي فترة امتحان يعني امتحان وين موقعنا بهاي الدولة ومن حقنا أن يكون عندنا مسرح اللي يطرح قضايا وأمور اللي تخص هذا الشعب أقلية أو مش أقلية في حق الأقليات صحيح. لازم يكون محترم هذا حق اللي هو مولود وليس أساسي. هبة وليس يعني طبعا. إكرامية من لا من سيادة الدولة ولا من أي وزير ولا من فإلنا الحق أن يكون عندنا مسرح اللي يعرض فيه الذاكرة الجماعية على فكرة هذا جزء من رسالة الدكتورة بالمعارك اللي عملتوها كفنانين جابت نتيجة حاولنا انه يكون في يعني عملنا اضراب ونعمل يعني اكثر ضغط على اساس يكون في موقف جماهيري واضح حاليا انا مش مخول اني احكي باسم مسرح الميدان ولكن في كان محاكم بين مسرح وبين الوزاره وعم بعد في المعركه مش ما خلصتش هون انما بعد في مستمره وبعد في مطالبه في الميزانيات اللي قلنا الحق انها ان نحصلها ونعرض امور اللي هي تخص يعني مواضيع ساعه ومواضيع تاريخيه ومواضيع تخص شعبنا ولجمهورنا احنا هذا امر لا مش مفروض نتنازل عنه مش احسن كان ما تجيبيش تلفون جديد ليه شوفي الصوره كل يوم وصل مزبوط يعني انا عندي 3 بنات كل بنت محطوطه بحضانه وكل حضانه بتصور فعاليه النهار وبوصلني حوالي 100 صورة كل يوم فإذا بتجمعوا وتضربوا هذا بطلع 72,000 صورة صور منيح لنا مزبوط وفيديوهات وإلى آخره وهذا بتطلب مش بس حلو جنن وأنا كتير بحب إنه أشوف شو عم بيعملوا هذا وبتأثر من كل لما بقعدوا بلونه وعم بدهنوا هذا جدا جميل ومؤثر وبنطيكي مشاركة ولكن اخر النهار بدك تفضي ساعتين من وقت اللي هو مش موجود عندك مش عندك اياه هذا الوقت يعني بس عشان تمحي كثير يعني من هدول ال 300 صوره بالنهار انا يمكن بصفى لي 12 صوره نقول 4 صور من كل بنت اللي هدول لبناتي الحلوات الزبطات اللي مش مغبشات وصوره واحده جماعيه هيك مع كل الصف فبده جهد كلنا نفس اللي مش بحاجه يعني بطلب من المعلمات رجاء خفف شوي التصوير صور الفعاليات كثير حلو بس وشاركونا بس خففوا بس لنا الباك ستيج حابب يدعم مسرحيه ام لحقه فهيك عمل زي حمله ترويج واعلان للمسرحيه فحضرنا لك امثال واقوال بدك هيك عملنا فيهن تعديلات بسيطة توست بسيط صغير تيصير أقرب للحقيقة وانت بدك تقوليهن على الكاميرا كأنك عم تعملي إعلان ف
فحضري حالك، بدنا نعمل معك الشغله اللي زي هاي. وهاي جرس كمان بين اعلان واعلان، تسمع الجرس. يلا فاول شيء انفخي لنا قبل اي شيء ونقي كارت. يلا ممتاز. اسا اقري للكاميرا كاعلان. كاميرتك طلع على الكاميرا. هاي الكاميرا. ايوه اوكي. باسلوب اعلانات طبعا. أوكي. ليس في العالم وسادة انعم من حضن الام، عشان هيك بينفع ما تعمليش رجيم. اللي بعده. طيب. اوه. الأم مدرسة فاتحة كل أسبوع 365 يوم بالسنة، فيش فيها عطل، والوظائف بتحلها الأم مش الطالب. هاي مظبوطة. ممتاز. هاي كتير قوية. الأم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها. وبتقول له حبيبي انت العالم. اصحك هون هون للكاميرا. اشوف اعلان اعلان. وبتقول له حبيبي اصحى اصحى اليوم دورك دورك. هو على يسارها بتهزه. حبيبي انت العالم، اصحى ونولني الحفاظ من الخزاني. يلا. جان جاك روسو لخصها: قبل أن أتزوج كان لدي 6 نظريات في تربية الأطفال، أما الآن فعندي 6 أطفال وليس عندي أي نظريات لهم. طبعا عليك. أسعد ساعات المرأة هي الساعة التي تتحقق فيها أنوثتها الخالدة وأمومتها المشتهاة، وتلك هي ساعة الولادة. هي أكيد رجل كتبها. أو من الحملة لمكافحة استعمال الإبيدورال. على فكرة 3 ولادات بدون إبيدورال. برافو بطلي. الجنة تحت أقدام الأمهات، والكلسات والبسكوت والليجو. واو واو. وآخر واحدة. لن أسميك امرأة، سأسميك كل شيء. عذرا محمود درويش. معك حق، سميني طباخة، شوفيرة، مستشارة، فنانة، مهرجة، عاملة إرساليات، ممرضة، طبيبة، مغنية. سويني مش ملحقة. مش ملحقة. لنا شكرا كثير كثير إليك، كان كثير كثير لذيذ، وبوعدك أنا وربا نكون بالمسرحية. رح نيجي نحضرها، مع إنه أنا حضرتها وبس بحب أحضرها كمان وكمان. ورح نيجي. رح تكون أول مرة إلي، كتير انبسطنا معك اليوم، فإن شاء الله بنشوفك كمان أنت هون كمان مرة عن قريب. إن شاء الله. شكرا كتير. يوم الجمعة 24 الشهر في الميدان. 100% تذكروا. وصلنا لنهاية كمان حلقة من الباكستيج. شوفوا العروض، ابعتوا لنا أخباركم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.